يطلع رمضان ابراهيم عادل والناس كلها بتبص له انه لعيب واعد بروميسنج بشكل جيد. طبعًا يعني طبعًا. ازاي بتتعامل مع العثرات دي؟ والله انا قلت لحضرتك ان انا اتكلمت معاهم عشان يعني نفهمهم ايه اللي بيحصل في اختيارات المنتخب. نعم. من وجهة نظرنا في بعض الاوقات، وان في الاول والاخر ممكن تبقى تجربه، ممكن تبقى ان احنا مش هنلعب معاهم البطوله العربيه، لكن يجب ان احنا نجتهد وفي نادينا ونوصل لمستوى اكبر من اللي احنا حتى بنتصوره عشان نحافظ على مكاننا دايما في المنتخب. لكن احنا عندنا لعيبه كلها تستاهل تروح المنتخب، وانا متصور المره دي ان الاختيارات فيها حاجه من ناحيه التجربه او انها فعلا عشان البطوله العربيه، يعني ان مش اللعيبه مش هتروح معاهم يعني. طيب خليني اسالك، هل قائمتك كامله ولا شايف ان انت ما زلت في احتياج للاعبين؟ وقصه اللعيبه الكبار، يعني الناس دايما يقول لك عبد الله السعيد وشريف اكرامي واحمد فتحي لعيبه كبار في السن وبالتالي ممكن ما يعتمدش عليهم كابتن ايهاب جلال طول الموسم. لا، هو في حاجتين. الحاجه الاولانيه طبعا اهم حاجه مستوى اللعيب، يعني الحاجه الثانيه ان اللعيبه دي مهمه جدا لاي فريق عاوز يعمل حاجه كويسه، لان هي اللي بتلم اللعيبه الثانيه حواليها من ناحيه حتى التقدير. ان انا يبقى جنبي عبد الله السعيد وانا بلعب وهو مستواه ما شاء الله جيد، جنبي اي لعيب بقى من الكبار من الاسامي الكبيره دي، مهمه جدا لكل اللعيبه الثانيه. الحمد لله ده اللي حاصل حتى الان يعني. لكن هم في الارقام مثلا عبد الله سعيد من احسن الارقام في الفرق طبعا، احمد فتحي فوجئت بيه ما شاء الله يعني، كلهم يعني في ارقام يعني اكثر من جيده شويه من اول مباراه يمكن. وانا قلت له يعني انا كنت يعني قلت له انا كنت جاي وانا عامل حسابي ان انا اجيب بكراي فعلا يعني يساعد لان انا بلعب احمد توفيق في نص الملعب، عمر بين هنا وهنا، لكن احمد الوحيد اللي كنت يعني عارف انه يلعب باك رايت اغلبيه الوقت. لكن احمد توفيق يقدر يلعب اثنين وعمر، لكن احنا بنتكلم على باك رايت في يعني في مستوى احمد فتحي في سنه بعد العدد السنين ده. فكنت متخيل ان انا اجيب باك رايت صغير يعني يبقى للمستقبل وكده، لكن احمد فتحي خلاني اغير الفكره دي، هو وطبعا توفيق وعمر، ان فعلا ارقامه مختلفه، شخصيته مختلفه. وعرفت ليه ربنا بيكرم بعض اللعيبه الكبار انها تقعد لسن كبير تلعب. نعم. وهي مستوى كبير لانه بيحافظ على نفسه وعنده اندفاع مختلف شويه، عنده روح مختلفه شويه. كل اللعيبه الكبار عندنا كده نفس الكلام.